مساء الورد على كل مشاهدي برنامج الأكيل في كل مكان في العالم، وأهلا بكم وحلقة جديدة. حلقة النهاردة بتثبت حاجة مهمة جدا، احنا في أرض الجولف القديمة، بونا بيتزا يعني بيتزا حلوة يعني. المهم حلقة النهاردة بتثبت حاجة حلوة جدا، لأن انت ممكن بأقل الإمكانيات تعمل حاجة حلوة وطعمها حلو، مش لازم تصرف جامد جدا عشان تطلع برودكت حلو جدا. تعالوا نعيش التجربة النهاردة. صاحب المطعم من أرمن مصر، وهما ليهم بصمات مهمة جدا في تاريخ مصر. تعال نشوف البصمة دي النهاردة وندوق الطعم النهاردة ونقول رأينا. بعمل الأفكار عشان تمشي مع الذوق المصري طبعا. المواد اللي هو مستخدمها مستوردة مقربة الطعم جدا من الأصل الإيطالي. واللي عجبني بقى المرة دي إن طعم الريحان في الباك جراوند مش راكب على البيتزا كلها. مساء الخير. مساء الخير يا سيدي. هجاب دومدوميان، هجاب يعني يعقوب بالارمني، ودومدوميان ده اسم العيله. انتوا كل عائلات الارمن بتخلص بيان في بيان الأخير. في العالم كله. في العالم كله. في العالم كله ايا كان هما فين. فين. اوكي. تعالى نبتدي باول حاجه، ليه اخترت بيتزاريا؟ ليه اخترت يعني انت ارمني؟ الطبيعي ان انت اول ما تفكر تفتح حاجه ارمني مثلا حاجه جديده، ليه فكرت في البيتزا؟ انا كنت في ايطاليا قعدت 15 سنه. كان عندي محل ريستورانت هناك بيتزاريا، فجيت مصر اعرف النو هاو البيتزا بتعمل ازاي، فقلت تو انفست واعمل بيتزاريا ليا انا. انت عملت البيتزا بالطريقه الايطالي الاصليه اللي هي بالحطب. بالفرن الحطب. اوكي. طب لما جيت تختار، انا شايف في المانيو بالباسترامي او الباسترما اللبناني، وواحده تانية بال الارمينيان سوسج. الارمينيان سوسج مش عارف ايه. فانت خدت الفكر الايطالي بس بتعمل شويه افكار. بعمل افكار عشان تمشي مع الذوق المصري طبعا. عشان البرودكت عندي ايطالي، كموتزاريلا وصلصة. بتشتغل بموتزاريلا وصلصة ايطالي وزيت زيتون ايطالي. اوكي. فقلت طبعا عشان الحاجات اللي بنستعملها في ايطاليا مش كلها تنفع تبقى هنا، لان هناك كمان بيستعملوا بيف حاجات تانية. ففكرت ان انا ادخل الباسترما وادخل الارمينيان سوسج عشان انا كمان ارمني. اوكي. بالطعم الايطالي وبس يعني الحمد لله. طيب سالتك حاجه اول ما جيت، قلت لك ليه اخترت المنطقه دي؟ يعني احنا هنا في اسمها ايه، في ارض جولف. ارض جولف القديمه. القديمه. اوكي. اللي هو جنب سفاره الامارات. هل النوع ده من الاكل مطلوب في المنطقه دي؟ بص، هو اولا انا امكانياتي دلوقتي تسمح ان انا افتح هنا. اوكي. طبعا بعدين انا بعرف الناس بيا، انا مواليد مصر الجديده، فعندي اصحاب كتير في مصر الجديده، والحمد لله في حوالي 25 30 عيله في المنطقه هنا بياخدوا مني ومبسوطين بالبرودكت ده. اوكي. قدام شوية طبعا احب اتوسع واحب اروح منطقة يبقى احسن شوية، بس في الوقت الحالي انا هنا. اوكي. وعندك ناس فاهمه البرودكت بتاعك؟ عندي ناس فاهمه البرودكت. الناس كانت مستغربه ان انا افتح في منطقه زي دي، فدات البرودكت بالنسبه لهم برودكت جديد، لان طبعا المصريين اكترتهم البيتزا الايطالي بالنسبه لهم يعني بيتزا هات، والامريكانز ده ما بيعرفوا يعني ما بيعملوش بيتزا، لان ده مش المطبخ بتاعهم والثقافه بتاعتهم. فابتدوا يدوقوا البيتزا بتاعتي عجبتهم، فالحمد لله بقى لي 3 اشهر العائلات دي كلها بتبتدي تاخد مني.
طيب بص، انت بتقول انك بتستعمل جبنه وطماطم والصلصه وزيت زيتون ايطالي، بس الدقيق مصري. الدقيق مصري في دقيق موجود ايطالي هنا، بس هيخلي البيتزا غاليه. اتس اوفر برايس بالنسبه لي وبالنسبه للاسعار اللي حاططها وبالنسبه للمنطقه دي. اوكي خلاص، يبقى خلينا ايه ندخل في الجد على طول. انا مش عايز، انا شفتك بتعرق بقى وبتاع، فمش مش هاخد من وقتك اكتر من كده، ونخش على حته الاكل على طول. اوكي هنبتدي باول فقره، واول طبق هيبقى السلطه. ده السي فود سالاد، عباره عن جمبري وكاليماري وكراب، خس، كابيري، خيار، بارميجان تشيز، اوليف اويل. طعم الريحان باين قوي، في ريحانة. الجمبري مارينيتد حلو، الاوفرول طعم حلو، ولكن الدريسنج قليل قوي، طعم في الاخر. السلطة محتاج الدريسنج يزيد بتاعها شوية، طعم حلو ولكن محتاج يزيد يبان اكتر شوية. طيب دي اول سلطة. تاني سلطة معانا اللي هي الكابريزي، ودي مشهورة قوي في الايطالي، بيبقى فيها الميني بافالو موزاريلا، تشيري توميتو، سان دراي توميتو، وبيستو صوص اللي هو الريحان، صوص الريحان. دي مظبوطة قوي. دي مظبوطة قوي، جبنة حلوة قوي. طيب السلطة، واحدة طلعت مظبوطة جدا، التانية محتاجة الدريسنج بتاعها يزيد شوية. نيجي بقى لبنزاروتي. دي بنزاروتي مرجيس. مرجيس ده نوع من السوسيس المغربي. نفتحها الاول كده ونهركه من جوه. بنزاروتي الفرق ما بينها وما بين الكالزوني ان يعني دي بتبقى مشويه ودي بتبقى محمره في الزيت. عايز اوريها لكم من جوه. اوكي بعدين ندوق. اهو ده السوسيس المغربي او السجق المغربي. حلو قوي. طعمها حلو ومظبوط وكبيره. فيها جبنه
السوسيس ده الطماطم صلصه الطماطم في العجينه وبتنزل تتحمر. معرفش انت شوف الكاميرا جابتها ولا لا. البنزروتي حلوه قوي. ونيجي على الكالزوني، انا اخترته بيبروني، هوريه لكم من جوه برضو. الطعم برضو حلو قوي، بس دي اخف بقى عشان ما فيش التحمير، فبتبقى اخف شويه على البطن يعني. حلو. انا رحت ايطاليا، سافرت ايطاليا قبل كده واكلت الحاجات دي. سافرت ايطاليا مرتين واكلت الاكل ده هناك. الفرق في الطعم خفيف قوي لما بتبقى مستعمل المواد الايطاليه، الحاجات الايطاليه اللي رمي. ingredients زي الصلصه والجبنه وكده اللي هو زي ما هو عامل، هيفرق في طعم الدقيق، وهيفرق ان هما في كتير من اكلهم اللي زي ده بيستعملوا لحم الخنزير مش لحم بقري، فالفرق في الطعم هو ده اللي بيعمل. لو انت اكلت في ايطاليا واكلت هنا، دول الحاجتين اللي ممكن يعملوا فرق. غير كده المواد اللي هو مستخدمها مستوردة مقربة طعم جدا من الاصل الايطالي. طيب ده كده الفقرة الاولى، ندخل على الفقرة التانية بقى، البيتزات والابيتايزر. الاول عايزين نقول الاسعار. استنوا، البنزاروتي المرجيز ب 85، الكالزوني البيبروني ب 80، السي فود سالاد ب 90، والكابريزي ب 65. وتاني بقول من ضمن الفقرة الأولى، الحاجة الوحيدة اللي ضايقتني السي فود سالاد، الدريسنج بتاعها محتاج يزيد، محتاج يبان. بس كده ننتقل على الفقرة التانية. جينا بقى للفقرة التانية وهي دايما الفقرة المحببة إلى قلبي. هنبتدي يعني بالابيتايزر. ده رول كده جواه كواترو فروماجي، كواترو يعني أربعة بالإيطالي، أربع أنواع جبنة، اللي هي موتزاريلا، جودا، إيمونتال، وجورجونزولا. الجورجونزولا اللي هي طعمها قريب شوية من البلو تشيز بس مش بالقوة دي يعني. ناكلها الأول من غير الديبنج.
ما انزل افتحها واوريها لكم من جوه. شبعان قوي. العجينه عليها. لمحبي الجبنه تعجبهم قوي. دريسنج صايع قوي. مايونيز بالعسل بفلفل اصفر بسنه مستردة خفيفه. حلو قوي عليها. وفي الاخر بتلاقي طعم بيبان طعم الجورجونزولا. جورجونزولا. اوكي نيجي دي بقى. دي البيتزا اللي هي بال سجق الارملي. بيبقى عليها توميتو صوص وموتزاريلا والسجق الارملي وجبنه ومشروم واوليف اويل. فين المشروم ده؟ مفيش مشروم. تضحك علينا؟ طيب هي البيتزا يعني اوكي خلينا ناكل بالشوكه والسكينه. فيري نايس. واللي عاجبني ان طعمها قريب قوي للبيتزا اللي فعلا كنت باكلها في ايطاليا. قوي. بس ما فيهاش مشروم. انا الشيف ده هتخانق معاه دلوقتي. المهم نيجي للتانيه. اوكي دي ب 95. نيجي للتانيه وهي دي اللي هي الباسترامي. اوكي دي بالباسترما اللبناني. بس لا مش جايبه بقى في موتزاريلا وباسترما اللبناني تشيري توميتوز روكولا اللي هو الجرجير صغير بارميجان تشيز واوليف اويل. جبنه بارميجان وزيت زيتون في الاخر. ناخد سلايز واحده بس كده. احنا عرفنا ان البيتزا الاساس بتاعها حلو فاحنا ندوق الخلطه. بسطرمه اللبناني الفليفر بتاعها في الاخر وانت بتبلع مش زي البسطرمه المصري. وبعدين متقطعه اتخن شويتين من البسطرمه المصري بتاعتنا. وطعمه قريب بس مختلف شويه. لا مختلف. احنا بسطرمتنا من اول ما بتندغ. البسطرمه اللبنانيه ما فيهاش حلبه ده نمره واحد. ونمره اتنين الفليفر بتاعها وانت بتبلع. طيب البيتزا دي بكام يا عم؟ بكام يا سيدي؟ ب 105. اوكي ندخل على الجمبري. دي توميتو صوص برضو موتزاريلا وشريمس بيستو صوص صوص ريحان واوليف اويل. وفي رشه ريحان من فوق. وطبعا استخدام البلاستيك برضو مش سهل في البيتزا. بس دي حاجه مش هتواجهوها قوي هشرح لكم ليه. بحب السي فود. حلو قوي. واللي عاجبني بقى المره دي ان طعم الريحان في الباك جراوند مش راكب على البيتزا كلها. حلوه. طيب ندخل في اخر واحده وهي بيتزا السوما او السلمون. ودي انا اخترتها لسبب بقى. دي عليها موتزاريلا والسموك سلمون والسبريد تشيز واونيون وكابري واوليف اويل.
ومش ناس كتير بتعمل البيتزا بالسلمون. يعني مش حاجة معتادة. تحفة تحفة. اوكي فهمنا يعقوب او هجاب جاب الريسبي بتاعت الطلاينة. هي الاسعار مش قدام البتاع بالظبط. 1 2 3 1 2 3 الجمبري 110 والسلمون ب 135. عمك عجب جاب الطريقة الايطالي والمكونات الايطالي جزء كبير من المكونات الايطالي وعمل بيتزا. ليه التجربة عجباني؟ هجاب مش مليونير، مش من المطاعم بقى اللي هي مصروف عليها، بامكانيات تعتبر بسيطة لميزانيات المطاعم. اداني طعم اوثنتيك قريب قوي من الطعم الايطالي. خلي بالكم البيتزا التخينة دي اختراع امريكاني، انت مش ممكن في ايطاليا تاكل البيتزا التخينة دي، مش ممكن. والستافت كراست ومش كل دي اختراعات امريكاني، مش ايطالي اصلي. البيتزا الايطالي الاصلي هي دي الرفيعة دي اللي معمولة على الحطب، هو ده. من كل مقاطعة في ايطاليا بقى تلاقي بيتزات بمكونات مختلفة، انما دي الاصلي. التانية العيش الكتير ده او العجينة الكتير دي مش الايطالي الاصلي خالص. تقدر تقولها البيتزا الامريكاني، ممكن تسميها امريكاني يعني. فقدر بمكونات اصلية وبتكلفة ملمومة، مش هقدر اقولك معدمة لا طبعا ملمومة، قدر يقدم طعم قريب جدا للي بتاكله وبتدفع فيه فلوس كتير جدا. ودي صعبة، دي معادلة صعبة، دي معادلة عايزة حد صايع شوية يعني، او عايز حد في المطبخ فاهم في المطبخ يعني. ده كان اكتر حاجة هماني في التجربة، اللي هو طب بالامكانيات دي وفي الحتة دي هيقدر يديني الطعم الايطالي، يعني اللي هو احس ان انا باكل فعلا بيتزا ايطالي ولا لا. فالاجابة اه. اوكي حصل شوية لخبطة بسيطة كده، كان في اطباق المفروض تطلع في الفقرة الاولى طلعت في التانية، وكان في التانية حاجة لخبطة بسيطة بتحصل دايما مع الناس او بتحصل كتير مع الناس في التصوير، ان بيبقوا هايبين الموقف شوية يعني، فبتحصل كتير يعني. التعليق الوحيد في الطعم كان في السلطة بتاعت السيفود، ان الدراسنج بتاعها محتاج يتقل او يكتر، يعني يبقى كثيف فالطعم يبان اكتر، او يكتر فالطعم يبان اكتر. بس غير كده ليه بقى بقول لكم الموضوع البلاستيك ده مش هتواجهوه؟ لان هجاب او مطعم بونا بيتزا دي بيعتمد اكتر على الدليفري، بالذات في منطقه مصر الجديده يعني. فبالتالي انت هتاكل في بيتكم بشوك وسكينك، اه هو هيبعت لك ده بس انت مش مضطر تاكل دي. هو هنا المطعم صغنون قوي، انت شايف كل حاجه بتحصل قدامك في المطبخ. القعده تاخد مثلا 4 ترابيزات ولا 5 ترابيزات ولا حاجه يعني، حاجه صغننه قوي. فعشان كده يعني معظم اللي هياكلوا من عنده مش هيعدوا من تجربه اكل الشوك وسكينه بلاستيك، ما بحبهمش قوي يعني. بس في نفس الوقت هو مختار النوع اللي هو ناشف شويه، عارفين في نوع شوك كده تيجي تحطها مكسوره تنكد عليك الاكل والطرف يطير ما تعرفش هو طار فين بالظبط لحد ما تلاقيه تحت درسك. فهو يعني هو مختار النوع الاسود ده، نوع ماسك نفسه شويه وفي اتقل منه كمان اسود. بس anyway يعني انت لما تطلب في البيت ما مش هتعدي من التجربه دي، واحنا غالبا في البيتزا في البيت بناكل بايدينا اصلا، فيعني الحاجه اللي ممكن تبقى تنكد عليك يعني مش هتحس بيها في البيت. بس وصلنا لكده اخر حلقتنا النهارده. احنا قلنا كل الاسعار وقلنا كل التعليقات، ناخد لنا واحدة من الكواترو فروماجي دي ونقول لكم تصبحوا على خير.